دكتور كمال، عايزين بقى ندخل في موضوع الحلقة الرئيسي، وهو ان احنا نرجع بالذاكرة لورا والفترة اللي حضرتك كنت رئيس لنادي الزمالك. روشتة ورقة وقلم وروشتة كده نمشي عليها بوينت بوينت. يمكن عندنا خلطة سحرية كنا بنشوفها مع حضرتك، عشان الجملة اللي قلناها في الانترو ان نادي الزمالك على الورق مش كلام، مش بنأفور زي ما بيقولوا، كان اعظم نادي في العالم على الورق، كان معدي الانديه العالميه. فادينا الخلطه بعد اذنك. شوف، هو جماعيه القياده يعني الحقيقه الميزه اللي كانت في الفتره بتاعي ان معايا مجموعه من الرياضيين، كان الدكتور اسماعيل سليم، وكان باسكت بول، وكان الكابتن عزمي مجاهد رحمه الله عليه بولي بول، وكان المهندس ياسر إدريس ووتر بولو. والمجموعة دي كانت مهمة جدا انها تبقى موجودة، يعني دول زي ما تقول كده زي الجمهور لما بيشجع اللعيبة، دول كانوا بيشجعوا الإدارة. بالإضافة طبعا انا كنت طالع من الهاند بول، فطبعا كان تأثير كويس. بس احنا كمان كان جماعية القيادة، يعني كان معانا المستشار مرتضى منصور، وكان عضو بفترة ونائب فترة، كان مخليك برضو تدقق، يعني برضو تفكيره بيخليك تدقق أكتر في الشغل، يعني تدقق وتبقى حريص وتاخد بالك، وده مكسب، يعني لما الناس تاخد بالها من الشغل وتدقق فيه ده شيء كويس. النقطة التانية بقى إن احنا استعنا بالمتخصصين، يعني في مجموعة كبيرة من الأساتذة المتخصصين كانت بتشتغل جوه النادي، سواء في الفرق أو سواء في الإدارات. في الإدارات يعني ممكن تكونش ليها علاقة بالحتة بتاعت الرياضة قوي أو الفرقة الرياضية، ولكن إدارة نادي الزمالك. إدارة، جبنا متخصصين في القانون، في النشاط الاجتماعي، في النشاط الرياضة للجميع للأعضاء، يعني اتعملت مجموعات تهتم بالأعضاء من الناحية البدنية. يعني في حاجات كتير اتعملت كان اساسها علمي يعني. وبالاضافه طبعا انك انت حاطط مثلا استراتيجيه، انا هعمل، انا خدت فرقه مثلا في مركز كذا، ازاي احافظ عليها وازاي ازود. وتصور كان كمان في سياسه بالنسبه للناشئين وتصعيد، يعني كان ايامها كابتن احمد مصطفى كان متولي، هو وكابتن نبيل نصير مراحل القطاع الناشئين، فكنا بنأكد على انك طلع لي حد في مركز اكتر ما تجيب لي بطولة الجيزة. انا مش عاوز بطولات من الناشئين، انا عاوز يطلع لي لاعب حصيلة المجموعة دي، يطلع لي واحد اتنين بس، يعني لما تطلع لك واحد اتنين ويطلع على الفريق الاول ده يكفي. ومعظم اللي هم كملوا في النادي وكانوا الاساس كانوا ولاد النادي اللي هم طلعوا. يعني تفضل ان اللي يطلع من الناشئين طبعاً طلع لي اثنين او ثلاث لعيبه احسن من فرقه ناشئين تاخد مثلا بطوله طبعا طبعا بطوله الجمهوريه طبعا. ليه؟ اللاعب في النادي بيتربى على انه المركز الاول، يعني بيلعب على المركز الاول، المركز الثاني لا، دي مهمة جدا جدا جدا. طبعا تلعب على البطولة، فانت بتتعود وانت صغير انا لازم اكسب، لازم البطولة، فانت بتاخد واحد متعود على كده بينزل الملعب في الفرسين عاوز البطولة مش عاوز مركز ثاني. افتقدنا على الحتة دي دلوقتي. طبعا انت بقى بتجيب ناس مميزين من فرق تانية، انت ما القطاع ما بيطلعش قوي، لو كان بيطلع ما كنتش هتحتاج تشتري. يعني دي يمكن نقطة مهمة جدا، كنت مهمة يعني جدا طبعا. يمكن قريت اللي أنا عايز أسأله، لو حضرتك موجود دلوقتي في ظل الأسعار الخيالية اللي بتدفع في لعيبة الكورة، حضرتك هتعمل إيه؟ طب ما أنت هتجيب فلوس منين؟ ما أنت لازم القاعدة اللي أنت بتعملها دي من الناشئين لازم تديها أحسن مدربين موجودين، عشان يطلع لك لاعب زي ما أنت عاوز، أعلى مستوى. تاخد الاساس منه، تاخد الكريمه الفريق الاول بتاعك، والباقي تعيره تبيعه او تتبادل معاه،
يجيب لك اموال، ما انت الصرف ده مين هيعوضه؟ ده احسن من ان حضرتك تروح تجيب فلوس عشان تشتري لعيب. يعني ده شايف حضرتك ده الحل الامثل، هو ده الحل الامثل في ظل نظام الاحتراف والمبالغ الطائله اللي هو بيحتاجها، وبعدين ده في كل الالعاب. يعني انا بتصور ايام ما كنت في الهاندبول احنا ما كناش محترفين، كنا هواة. اللعيبه انا عمري ما جبت لعيب من نادي تاني، كله طالع من الملعب من السن الصغير لغايه ما كبر. فبيبقى في الفه، في جماعيه، في قيم التزموا بيها، ودي بتطلع معاهم. فكل ما انت اكدت القيم واكدت المدربين اللي على مستوى عالي اللي بيدربوا، النتيجه في الاخر محصله الفريق الاول. يمكن يا دكتور وسط ما حضرتك بتتكلم انا ركزت في حاجه ما بين السطور، حضرتك ذكرت الووتر بولو، ويمكن كان في فيديو شفته من كام يوم الكابتن من كابتن فريق الووتر بولو، وقال لك انه الفرقه بالبلدي كده بلغه الرياضه اتسرحت، ما بقاش فريق الووتر بولو بتاع نادي الزمالك. يمكن شوف حضرتك عدت السنين وحضرتك فاكر كابتن فريق الووتر بولو نادي الزمالك ومهتم، ما حطيتهاش وسط السطور كده اللي هو رياضه او لا مهتم حاليا هذا الكابتن اللي كان تحت السن عضو مجلس اداره، هو رئيس اتحاد السباحه وعضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس لجنه التطوير السباحه في العالم وزملكاوي. وزملكاوي طبعا، يعني ليه ما استغلش حاجه زي كده؟ حمام السباحه. يعني انا شفت الفيديو من يومين يا كابتن يا دكتور، الفيديو اتضايقت انه نادي الزمالك ووتر بولو لا دي رياضه، وكان نادي الزمالك تقيل بلغه الرياضه فيها، مش فرقه قليله طبعا. فلما حضرتك بتقول دلوقتي الووتر بولو افتكرت انه لا ما دي حاجه مهمه، حضرتك دلوقتي بتقول انه بقى مسؤول رياضي مهندس ياسر الرئيس دلوقتي، فنستغل ما شاء حاجه الله زي دي. نائب الاول للجنه الاولمبيه المصريه سن صغير يعني ما فما هو هو لو انت بتشتغل على القاعده صح هتطلع بقى يعني ساعات يقولوا يعني مش عارف ينفع اتعرض شويه للاهلي والمقارنه بينه وبين الزمالك في الحته اللي هي الناس بتفتكر ان الناس مع الاهلي، لا هو الاهلي طلع كوادر وزعها في الاتحادات، هو مش محتاج يقول له انت اهلي، هو اهلي. احنا ما كنا احنا معظم اللعيبه بتوعنا او الرياضيين يروحوا للتدريب، التدريب بيبقى منافس ليك. يعني معظم لو انت تاخد بالك معظم مدربي الزمالك اللي هم ولاد الزمالك بيعملوا احسن نتائج مع الزمالك، لان المصيبه الاكبر انك في بعض الاحيان بتجيبهم يمسكوا الفرقه بتاعتك وبعدين يسيب فيروح يمسك فرقه تانية، فبقى حافظ الفرقه في لعبه النو هاو بتاعك ويكسبك وبيعطلك، وده حصل مش يعني امثله كتير. انا بقول لك اللي بيحصل، يعني انا بقول لك السبب واللي بيحصل من خلال طبعا المعايشه الطويله دي. طب نتعامل مع دي ازاي؟ يعني قرارات لازم نبتدي نفكر ان يبقى لك كوادر في الاداره، يعني مش ضروري كله يبقى جوه مجلس الاداره، يعني انت عاوز تخدم النادي بس اخدم النادي بره. يعني انت مثلا راجل كادر وليك وظيفه معينه واصلا كنت رياضي، خش في الاتحادات واحنا نساند النادي، يساند النادي، في انديه كتير تميل للزمالك، في رؤساء انديه يميلوا للزمالك، فالاصوات لازم النادي يساعد. الاهلي بيعمل كده، يساعدوا في الانتخابات، فدي مهمه. يعني لازم انت تطلع كوادر، لازم تطلع كوادر اداريه، يعني ده ميبقاش شغلك بقى انك تكسب الماتشات بداية وخلاص. البيز بتاعت الهرم امال ايه؟ يعني انت بتطلع كوادر تدريبيه، يعني اما حصل لك اللي بيدربوا في الفرق كلهم من نادي الزمالك تقريبا او معظمهم بنسبه 80% وازيد كمان. العكس في الاداره بقى، معظم الاداريين اصلا اهلاويه. يعني انت عندك في اتحاد الكوره مين؟ كابتن حازم. في حد تاني؟ تقريبا. طب التانيين ايه؟ درايتي يعني. فاهم قصد حضرتك.
يعني هي اعظم لحظه، بس يعني بس ده طبعا ده جاي من خلال خبره طويله. ده اللي جمهور الزمالك دايما بيتكلم في حاجه زي كده، هو بيتكلم على نفسه يشوف. لا بيتكلم على انه تملي الاتحادات متحيزه. طب ليه متحيزه؟ هو مش شاعر، هو حتى هو متحيز، بس هو جواه ميال عشان شايف ده بالظبط. ورقه وقلم كده هتبقى ادي واحد وهنا واحد اثنين ثلاثه اربعه، هو من غير ما حد بيقول له يعني يقول له اعمل كذا، لا هو من جواه لما يلاقيها كده بيروح في الاتجاه غصب عنه، رغبات وميول يعني جوه الانسان. ده ظلم يا دكتور، ده ظلم نادي الزمالك كتير قوي طبعا، يعني يمكن في كتير من الاحيان جمهور نادي الزمالك لما بس في ناس منهم فير، يعني في ناس منهم برضه فير. بكمل كلام حضرتك، جمهور الزمالك لما يبقى عشمان في كادر اداري او قامه من قامات نادي الزمالك، يبقى لما بيشوفوا حد موجود مثلا في اتحاد الكوره عشمانين فيه، يعني اقف جنبنا، هو ما ينفعش الدنيا كلها متخبط، اقف جنبنا المره دي. هو العمليه اصلها مش واضحه كده، يعني هو العمليه ماشيه طبيعي، لكن بيحدث حالات انت منتظم منه انه يدافع، ما هو لوحده صح، مش اتنين تلاته معاه، الكفه مش متوازنه، ما هو في الاخر اصوات، عشان تلات ارباع الكوادر بيروحوا للناحيه التدريبيه اللي بينافسوك فيها، ناحيه فنيه، ناحيه فنيه اللي بينافسوك فيها اصلا، اللي هو بيجي بقى كمان بيشتغل عندي، وبعدين عارف النو هاو بتاعي، يعني سر الفرقه فين؟